انت شخص كويتي تحضر في بطولة المفاجآت، تشجع مين في الكويت؟ الكويت؟ ايه؟ نادي الكويت. طيب ممكن بسألك سؤال يعني نوعا ما، في الكويت في بطولات مثل هذه؟ في، لكن انا سبق وان سوى معي لقاء مو بنفس المستوى هذا. ايش رايك في التنظيم؟ لا ما يحتاج. طيب في لعيبه تابعتهم ممكن يشاركوا بالدوري الكويتي؟ والله ان شاء الله احنا نحاول نوصلهم هناك باذن الله. ممكن عندكم مكتب تعاقدات؟ لا ما عندنا، لكن شغل سمسرة وكم سريع. لا مو بعد، مو سمسرة، لا يمكن لوجه الله فقط. والله شيء ممكن تخدم فيه لاعب أكيد، لكن الآن طبعا قرارات نزلت منه ممكن اللاعب مواليد المملكة ممكن يشارك في الدوري السعودي، حتى يشارك في الكويت ممكن يشارك، يعتبر خليجي، يعتبر خليجي ولا يعتبر لاعب احتراف الأندية الكويتية، لأن الأندية الكويتية عندنا احتراف جزئي سبق أني قلت، ما عندنا احتراف نفس الاحتراف الكلي. أكيد بلا شك، لأنه أنتوا أيضا أندية كويتية تشارك في كأس الاتحاد الآسيوي، ما تشارك كأس أبطال آسيا، في دوري أبطال آسيا. صحيح. ممكن بسبب معلش ما نقطع، هذا الرئيس بلد الوليد، فريق بلد الوليد طلع من الدور الأول. أيه. وكنا جايين نشجعه وجايين ندعمه. أيه. طيب الكويتي لو شارك هنا حقق البطولة؟ الكويت الكويتي؟ والله بس بدون أجانبه. بدون أجانبه؟ شيء اكيد حيحقق البطوله يعني. طيب انت تابعت الفرق اللي في البطوله؟ الفرق هذه صح انها قويه، لكن ما توصل مستوى نادي مثل نادي الكويت للامانه. مع نحن لا نقلل ايضا، انا مع احترامي للانديه الكويتيه، انا لا اقلل من الانديه الكويتيه، انا بغض النظر عن الكويت. أي. لو شارك نادي الفتح يحقق البطوله؟ لا ما يحققها. لا يحقق. ايش رايك؟ انا اقول لك ما يحقق. انا ترى بديت اميل اسير فتحاوي شوي. والله يا ريت. يبغى له جمهور، فريق الساهل جمهور، لازم يكون له قاعده جماهيريه. طيب انت دائما في جده؟ يعني مو دائم، يعني على فترات. على فترات. طيب لو صادف انك تواجدت في جده، تمام، عندك القدره ان تجلب فريق من الكويت للمشاركه في جده؟ والله حضر الدورة الشرقية، احنا نشارك في الكويت. جاتك الكاميرا. فريق من الكويت ينافس، ترى راح ينافس، عنده فريق في الحارة يعني. ايضا شخص كويتي يتواجد معنا. طيب تعرفوا فريق المجد؟ فريق المجد والله سمعت انه من القنفذة، من محافظة القنفذة جنوب المملكة العربية السعودية. تبعد عن جدة 400 كيلو. 400 كيلو ما شاء الله. لاعبيته ومشجعينه قالوا ان حقق البطوله نحققها. ايش رايك؟ والله يستاهل صراحه، ما ضرب مشوار او مش المشوار هذا ال 400 كيلو وهو ما يشوف في نفسه انه ينافس مثلا، او انه فريق سهل. اكيد انه فريق صعب وما جاء له ينافس، بس قدها ان شاء الله. ممكن انا اقول لك اكثر من 400 ل 500 فريق في جده، تصور هذا الشيء؟ والله شيء أول مرة أعرف عنه، ورقم صعب صراحة، ورقم كبير. تعلم أنه هناك أكاديميات في جدة؟ أكاديميات شفتها، أكاديميات بس تخدم الأندية، بعد تخدم الدوري السعودي. أكيد شيء طبيعي أنها تخدم الوطن الغالي، بس أنه هناك أكاديميات تقوم بمجهودات شخصية، ممكن من اللاعبين اساسا صغار في السن هم من يدعمون هذه الاكاديميه. في الكويت لو ممكن تكون مثل هالفكره على مستوى الاحياء الشعبيه، او الاحياء هناك في كل حي يكون لديهم اكاديميه. لحد الان ما ولدت الفكره هذه هناك. لو وجدت الكويت تغير؟ راح تغير اكيد. الكويت سيطر على الخليج تماما، خليج 21 ما سيطر. ما سيطر بس طلعناكم. الكرة هي فوز وخسارة، شيء طبيعي. بالعكس صراحة، احنا بس من باب المداعبة طبعا. بس انا اقول لك حاجة، شيء طبيعي، الكرة فوز وخسارة، نحن اليوم خسرنا، انتوا امس خسرتوا، ما هي مشكلة. صحيح. بس الكويت في خليج 21 كان عندنا بطولة سيء جدا على السعودية. بطولة، شفت شلون حجم المنتخب السعودي؟ معلش يعني انا اقول لك انجازات الكويت في خليج 21 او في بطولات خليجي، البطولات الخليجية 10 بطولات. المنتخب عنده ثلاث بطولات. فرق كبير. فرق انتوا فوزكم علينا كيف يكون بطولة؟ نعم بطولة، هذا بالعكس في المنتخب السعودي صراحة، يعني من الناس كنا بسبة وصولنا للمونديال أربع مرات. مونديال أربع مرات، يعني يمكن ما يصادفكم الحظ، ترى كلها حظوظ كرة القدم. طيب اليوم غيروا مدرب المنتخب، تابع الأخبار السعودية؟ أتابعه بس يعني
ما نبي والله ندخل، احنا يمكن حللنا واحنا بالديوانيات هناك في المجالس نحلل على كيفنا يعني. غورال لو راح حتزعل عليه؟ لا بالعكس، حقق ترى خليجي 20 اكيد، حتى لو حققت خليجي 20 لكن مدرب بصراحة ما اشوف ما غير في المنتخب اي شيء. بس على مستوى الفرق في الكويت هو قاد اكثر من فريق وحقق انجازات، ما حقق هذيك الانجازات ترى مع المنتخب او مع الفرق الكويتية بس. لا لا لا، هو يقصد سؤاله قصده مع الفرق، مع نادي القادسية او مع نادي الاندية اللي دربها في الكويت، ما حقق هذيك البطولات يعني تقريبا الا بعد ما حقق انجازات مع الاندية. واللي لاحظة خطة منتخب الكويت واحدة من يوم استلمها لحد الآن، ما يعني تغير ما تغير أي شيء يعني. بس صراحة هذا مجهود أبرز لاعب هداف على مستوى عالي، هذا لاعب فريق كاظم على ما توقع يوسف ناصر، يوسف ناصر صراحة نجم ناصر كبير جدا. صحيح صحيح، بس قدام يومين تقريبا في كأس ولي العهد ضيع ركلة جزاء. هذه عاد ركلة الجزاء على قولتهم حظ ونصيب. انت تشوف الحين، تشوف الحين هذا الفريق ضيع اول ركله جزاء وعوض الفريق الثاني وبعدها ضيع على طول مره ثانيه، فركله الجزاء حظ ونصيب. طيب انا اشكركم صراحه تواجدكم في مدينه جده وفي المملكه العربيه السعوديه، انتم ضيوفنا، تابعتم اليوم البطوله، وايضا نوعدكم بمباراه مقبله هي غدا بين التعاون وفريق العربي من اكبر فرق مدينه جده. اتمنى انكم تكونوا حاضرين معنا ومتابعين للبطوله، وايضا نتمنى ان تكونوا متواجدين في ختام البطوله، ونتمنى لكم اجمل الاوقات والاوقات السعيده في مدينه جده. واشكركم ايضا للظهور للمره الثانيه على قناه خالد بازيدان، وانت ايضا للمره الاولى نشكرك، ونتمنى ان تتابعونا في قناه خالد بازيدان الالكترونيه، وان توصلوا سلامنا لاشقائنا في دوله الكويت، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وكل خير ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كلمه اخيره. كلمه اخيره، الله يجزاكم خير ومشكورين وما قصرتوا، فرصه سعيده. شكرا جزيلا لك. حياك الله يا